السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب النووية، الله يعطيكم العافية والصحة إن شاء الله. اليوم رح نبلش بالشابتر اللي هو قبل الأخير، اسمه اللي هو الراديو أكتيف ديكي أو الراديو أكتيف ديكي. طبعا هاي يعني هو بحكي عن نظرية الراديو أكتيفيتي بشكل عام والإشعاع بشكل عام. هذا تشابتر مهم، بعد ما اخذنا الشيل موديل، اخذنا الليكويد روب موديل، اخذنا نيوكليير فورس، اخذنا ديترون، الان راح ننطلق الى بشكل عام الراديو اكتيف ديكي. طبعا احنا هاي الظاهره طلع متى، يعني اكتشفت عن طريق الماري كوري، تعرفوها، وزوجها اللي هو بيري، اللي هم اكتشفوا البولونيوم والراديوم عام 1898، يعني قبل حوالي تقريبا 120 سنة. طبعا هاي اللي طبعا اكتشفوها بالصدفة، وتعرفوا قصة الصدفة اللي اكتشفوها فيها، وكان يعني هم بيبحثوا عن اكس راي، ولكن بالصدفة تبين انه في عناصر مشعة. The decays او اللي هي decay، هاي كلمة decay معناها الاضمحلال او انحلال، per unit time بسموها activity، ورمزوا لها بالرمز R. احنا عندنا الرمز R يعني هو الاكتيفيتي. الان هي تساوي الاكتيفيتي بشكل عام الماينس دي ان باي دي تي، طبعا تي تايم دي ان اللي هي وير دي ان باي دي تي از نيجاتيف بيكوز توتال نمبر ان ديكريزز وذ تايم. طبعا النمبر الان اللي هي جسيمات او عدد جسيمات او عدد ذرات اللي بتعمل ديكي، يعني بكون عندك مليون ذره مثلا يورانيوم، هاي مليون ذره صح، قديش مع الزمن صح يصير إلها محلال، هذا بسموه الاكتيفيتي. طبعا إشارة ماينس تعرف انه معناه انه عماله العدد عماله بقل، يعني كان المليون بصير عندنا بعد فترة زمنية خلينا نقول مثلا 700,000، بعدين بصيروا 600,000، بعدين 500,000، ما في زيادة، دائما نقصان. لذلك الإشارة السالبة تعني ايش؟ النقصان، نقصان المادة. فلذلك في عنا بعض المواد مشعة يعني unstable، وفي بعض المواد stable. stable تضع المادة لملايين السنين لن تتغير، لن يتغير عليها شيء، لكن العناصر unstable زي مثلا الكربون المشع، زي اليورانيوم، زي البولونيوم، زي الراديوم، بعض العناصر الثقيلة، في بعض العناصر المتوسطة، في بعض العناصر أيضا إيش خفيفة، هاي unstable. شو يعني unstable؟ يعني غير مستقرة، هي مشعة، يعني لو تضع منها 20 جرام الآن بعد فترة زمنية، بيعتمد طبعا في المستقبل راح نشوف الزمن، بعد فترة زمنية 20 جرام بصيروا مثلا 18 أو 17 أو 16، بسموه decay اضمحلال. فهذا الاضمحلال إيش بسموه؟ هو activity، واللي هي dN على dT، يعني قديش اللي بصير إلى integration للمادة. طبعا وحده الاكتيفيتي بيكرل، هاي بسموها 1 بيكرل، اللي هي 1 ديكي بير سكند، يعني اضمحلال في الثانيه الواحده. لكن هاي طبعا بيكرل يعني قليله، فصار في عندنا وحدات اكبر منها، اللي هي مثلا على سبيل المثال كيوري طلع قديش؟ 3.7 × 10^10 ديكي بير سكند، صح؟ هاي تكافئ اضمحلال 1 جرام من الراديوم. طبعا حتى كمان الوحدة كيوري كبيرة، ففي اشي اسمه انه ميلي كيوري، يعني بتكون، او في مايكرو كيوري كمان، يعني انا هاي كبيرة الوحدة بشكل عام، هاي صغير كثير لكن هاي كبير كثير، فبالتالي في بينهما وسط. فالتالي دائما قياساتنا احنا بتكون بالميلي كيوري او بالمايكرو كيوري الاكتيفيتي، طبعا وحدة الاكتيفيتي. طبعا احنا لو اجينا استخدمنا القانون هاي الار تساوي اللي هي ماينس دي ان على دي تي، صح؟ ورح نوجد ان الاكتيفيتي بيعتمد على مين؟ بيعتمد يتناسب تناسبا طرديا، طلع كل ما زاد عدد الجسيمات الاصلي بزيد الايش؟ الاكتيفيتي، صح؟ مع التايم. طبعا حتى يعني التناسب الطردي حتى تعمل يساوي، في عندنا كونستانتون، كونستانت اللي هو الثابت هذا بسموه كونستانت ديكي. لو عملنا معادلات هيك رياضيه بسيطه بهذه الطريقه وحطيناها بهذه الصوره، استخدمناها، عملنا يعني ضرب تبادل وحطيناها محل اللي هي دي ان، صح؟ دي ان تي، وعملنا تكاملات، راح نحصل على القانون الرئيسي اللي بيهمني انا، الان تساوي ان دوت اكسبوننشال ماينس لاندا تي.
هذا هو القانون، اسمه راديو اكتيف ديكاي لو. هذا القانون اللي انا بدي اياه منك تحفظ هذا القانون، لانه هذا بتقدر تحل عليه كل المسائل اللي بدك اياها. ماذا نعني بالان؟ ان عدد الجسيمات المتبقيه. شو ان زيرو؟ ان زيرو عدد الجسيمات الاصليه اللي لما بلشت تعد، يعني عند ان هي تساوي زيرو، يعني لما بلشنا نعد الان 500 جرام، 500 جسيم مثلا، الان تحط 500 هون، الان ان هون راح تكون اقل من 500 بعد فتره زمنيه تي، صح؟ كيف، ما هي العلاقه اللي بين الان والان زيرو؟ هي اكسبوننشال، طلع بشكل اكسبوننشال، يعني هيك بتنزل نزول، ما بدي شوف تنزل، يعني تكون هون مثلا 100 جرام تنزل 50 70 40 30 20 10 بهذه الطريقه، وهذا بسموه اللي هو راديو اكتيف ديكاي لو، او احيانا بسموه اكسبوننشال لو. ايش تساوي؟ عدد الجسيمات الابتدائي ضرب الاكسبوننشال ماينس لامدا بي تي. هسه كمان شوي بنعرف شو معنى لامدا. لامدا كونستانت، تي التايم اللي بدك اياه، نحط بعد 5 دقائق، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنين، بتحط بتعوض هون، بتقدر توجد عدد الجسيمات المتبقية. الآن الأكتيفيتي قلنا عندنا R، هو بشكل عام طلع ال R إيش تساوي دي إن دي تي. فأنت لو ضربت هاي المعادلة، هاي ضربتها بلامدا، ضربتها في لامدا، ها اضرب هاي في لامدا واضرب الطرفين في لامدا، لامدا في ان راح يعطيك الاكتيفيتي البدائي اكتيفيتي، وهاي راح تعطيك الاكتيفيتي عند الحاله صفر، يعني عند الابتدائي، يعني عند يعني بسموها ار دوت انيشال اكتيفيتي، صح؟ فلذلك بصير عندي القانون، اطلع ار، ركز لي على القانون هذا، ار يساوي ار دوت اكسبوننشال ماينس لامدا. طب ايش الفرق بين هذا القانون اللي قبله؟ هذا القانون لعدد الجسيمات، قديش عدد الجسيمات المتبقية بالنسبة للأصلية، بينما هذا القانون اللي بعده، هذا القانون إيش هو؟ هذا بعطيك الأكتيفيتي، أكتيفيتي النشاطية الإشعاعية للعنصر. النشاطية الآن تساوي النشاطية الابتدائية ضرب الإكسبوننشال ماينس لاند، زي بعض القانونين، بس اللهم هناك كانت إن تساوي إن دوت، بينما هون إيش؟ آر تساوي آر دوت. هناك عدد الجسيمات، هاي اللي بخربطوا فيه الطب، وهون ايش؟ الاكتيفيتي. اذا حيث ان الار دوت الانيشال اكتيفيتي، يعني اللحظه اللي انت بلشت تعد فيها. طبعا هسه لو اخذنا تعرفنا على شيء اسمه هاف لايف، شو يعني الهاف لايف؟ اللي هي تي كونف، يعني اللي هيك بسموها تي نص، هاي بسموها الهاف لايف. طبعا في لها علاقه مع مين؟ مع مين لايف تايم، يعني متوسط عمر العينه. في شيء اسمه مين لايف تايم، متوسط عمر العينة، وفي شيء اسمه هاف لايف تايم اللي هي فترة نصف العمر. اوعك بدك تميز بيناتهم، في فرق بيناتهم، هاي الفرق. الله، المين لايف تايم يساوي الهاف لايف على لينت 2. طبعا هاي لما تقسم لينت 2 69% بتطلع 1.44% من هاف لايف، اي ان متوسط عمر العينة يساوي تقريبا 1.44%، 1.44% من الهاف لايف، يعني اكبر من اللايف تايم، اكبر من الهاف لايف بحوالي تقريبا، يعني قريب ال 1.5 من. طبعا احنا كيف لو اجينا عوضنا هون الهاف لايف، شو يعني الهاف لايف؟ ما هي الفتره الزمنيه التي تصبح فيها كميه الماده المشعه نصف قيمتها الاصليه؟ فانت كانك ايش؟ نص. فبالتالي طلع بنحصل على هاي، يعني انت كان عندك ال N هون بيصير نص ال N دوت، شوف هي نص ال N دوت، تقدر تشطب ال N دوت مع ال N دوت، شو بضل عندك هون نص، خذ لوغاريتم من الطرفين، راح تحصل على العلاقة الشهيرة، صح؟ اللي هي الهاف لايف تساوي ال N2 على لامدا. هاي العلاقة الشهيرة، هاي العلاقة بين مين؟ بين علاقة الهاف لايف مع كونستانت ديكي. إذن ما هو يعني ما هي القيمة؟ الهاف لايف يساوي 69% اللي هي لين 2 تقسيم الكونستانت ديكي. ملاحظين الهاف لايف عملية عكسية مع مين؟ مع الكونستانت ديكي. إذا كان العينة مثلا العنصر عنده الهاف لايف طويل زي اليورانيوم، ها بصير ايش؟ عنده الكونستانت ديكي ايش؟ قليل.
كونستانت ديكي بتعطيك هسه قيمتها الفيزيائيه والمعنى الفيزيائي لها. المعنى الفيزيائي لكونستانت ديكي هي probability decay، يعني احتماليه النشاطيه، يعني احتماليه الاشعاع. دائما احتماليه الاشعاع تكون عمليه عكسيه مع اللايف، مع الهاف لايف. يعني العنصر اللي عنده هاف لايف كبير زي اليورانيوم، زي اليورانيوم مثلا عنده هاف لايف قديش؟ تقريبا حوالي 4 مليار سنه، بتكون لامدة قليلة جدا جدا جدا. شو يعني قليلة؟ يعني احتمالية الديكي لهذا العنصر قليلة، فبالتالي اليورانيوم بقدر أمسكه بإيدي عادي، ما عندي مشكلة. لكن لو جيت أخذت عنصر آخر هاف لايف له قليل، مثلا البولونيوم أو السيزيوم أو عنصر الكوبالت، هذول هاف لايف لهم بسيط، شو بكون كونستانت ديكي؟ كبير. كونستانت ديكي يعني probability of decay كبيرة، فبالتالي احتمالية إيش؟ اضمحلال كبيرة جدا، فلذلك ايش بصير خطير اني امسك مثلا كوبالت او سيزيوم بايدي. ليش؟ لانه عنده الهايف لايف صغيرة، فبالتالي بده يكون عنده لامدا ايش كبيرة. فاذا هاي العلاقة الفيزيائية بين مين؟ الهاف لايف واللامدا. بدك تحفظ العلاقة هاي بهذه الطريقة. طبعا اشتقيناها من هون، لما حطينا الهاف لايف نص الكمية، يعني حطينا هون محل ان نص الان دوت، صح؟ واختصر ان دوت مع ان دوت، بضلش عندك غير نص، تاخذ لين الطرفين، وبصير عندك طبعا لانه في عندك هون سالب بدك تعكسها، بطلع لها ايش؟ لين اثنين، يعني ناقص لين النص هو نفسه لين اثنين. الان ما هي العلاقه بين الاكتيفيتي، ما هي العلاقه بين الهاف لايف مين اللايف تايم؟ هيها هاف لايف، الهاف لايف على لين 2 تساوي ايش؟ اللي هي مين اللايف تايم. هاي العلاقات الرياضية ضروري جدا أي طالب أن يعرفهم حتى يقدر يجاوب على أي سؤال من هذا التشابتر، صح؟ فالمرة القادمة إن شاء الله راح نكمل بشكل عام على الاكتيفيتي، وأوريكم كيف الهاف لايف طلع كانت أول شيء ان دوت، صارت النص، بعدين صارت ايش؟ على 4، بعدين صارت على 8، بعدين على 16، يعني نص، يعني نصها، بعدين ربعها، بعدين 16. طبعا كل واحدة تمثل هاف لايف، اثنين هاف لايف، ثلاثة هاف لايف، صح؟ طلع وين، طلع وين المين لايف تايم واقعة؟ أكثر من هاف لايف يعني بنص مرة، يعني 41% صراحة. المرة القادمة راح نكمل هذا تشابتر ممتع، وراح نشوف كيف احنا بنقدر نطبق فيه، وراح أوريك كيف نقدر نعرف عمر مثلا جمجمة أو أي كائن حي اللي دائما تسمعه بالتلفزيون، انه والله عرفنا عمره هذا 200 الف سنه او 300 الف سنه بالطريقه هاي. هالمستقبل ان شاء الله راح اعطيكم اياها، اللي هي اسمها كاربون داتينج ان شاء الله. نكمل ان شاء الله في المستقبل في المحاضره القادمه. السلام عليكم.